ريم، معاكم ساره، معاكم مها من قناه منصوره ريفيوز. يا جماعه الكوليكشن الاكستنشن اللي موجوده، بصي الاكستنشن ده شعر حراري بيتغسل ويتكوى على درجه حراره 180 ل 220 وبيتغسل بميه فاتره. عندي اكتر من 15 لون، في منه ليس وفي منه كيرلي. الله، حلو قوي ده. تمام. ده انضف خامه، وبرضك لو حد عايز جمله بنديله جمله. يعني كل حاجه عندك جمله. ليس، الليس موجود اهو، تمام، درجاته، والكيرلي موجود، وفي الشعر اللي هو حلو قوي، الشعر اللي هي الشعر المغسوله اللي هي الشعره دي، هوريها لك برضو. دي الشعره دي، شعره شكلها طبيعي قوي، مغسوله، في منها درجاتها. حلوه قوي. حلوه جدا. الشعره المغسوله كليبسات، خمس كليبسات، يعني سهل قوي يا جماعه ان انت تعرفي تركبيه. دي الكليبسات بتاعته برضو، عشان برضو حلوه قوي. خلي بالكم ان الماتيريال بتختلف من مكان للتاني، يعني مش كل مكان الاكستنشن فيه نفسه زي بعض. كل الاسعار موجوده هنا، كل الاسعار عنده موجود، الرخيص والغالي. يبقى الوانها كل حاجه بالوانها. سعرها قد ايه؟ حلوه قوي. ديت 150، نازل عليها عرض ب 125. عليها عرض ب 125. تمام. الحاجات الاكستنشن ده ب 125، وفي عند الميك اب ارتست بيبيعوا 250 القطعه. احنا هنا بنبيعه ب 95 جنيه. عليها عرض ب 95 بدل 125. حلو قوي. تمام. وفي حاجه 75 جنيه بس، دي يعني عاديه بقى اللي انا بجيبها للزبون، بعرفه الفرق بين اللي بره وبين الشعره بتاعتنا، لان احنا متخصصين شعر. ده النوع العادي، يعني مش بيتغسل بقى ولا حاجه؟ لا بيتغسل، بس الخامه بتاعته الماتيريال بتاعه ما بيبقاش قوي برضه، مش حلو زي ده. لا عندك اللي هو القصه، القصه دي كان بقى القصه دي، القصه دي في منها برضه الجميع الوانها. ماسك القصه، اللون ده حلو قوي، جميع الوان القصه. كان ده جميع الوان القصه، دي القصه كمان، دي القصه بالوانها، كل الالوان موجوده يا جماعه. الاسمر بتاعها اهو، حلو قوي. تمام. وفي القصه الجنبين، دي القصه اللي هي بتبقى ايه من قدام، في القصه الجنبين، شكلها جميل. دي القصه الجنبين اهي، ده ما شاء الله كل دي مواليك صح؟ دي القصه الجنبين، تمام. أيوه. اللي هي من ايه، من الجنب للجنب برده، الغسيل ومكوى بتتغسل برده في التمام. في القصه الطويله اللي هي لو عايزه تطلعها من تحت الطرحه كمان. مش بص يا جماعه، عنده كوليكشن كبير قد ايه؟ ما شاء الله، يعني اي حاجه تحتاجيها تلاقيها. دي قصه الجنبين اللي احنا هنقول عليها، وبتمشي باروكه اطفال برضو، يعني لو حد حابب تمشي باروكه اطفال. والله جدا، الله، عسوله. دي قصه الطويله، في منها الكيرلي ده وفي منها الليس بتاعها. لا طبيعي برضو قوي. جميله. وبصي كل الشعر ده يعني الحمد لله، ولو عايزين طبيعي نجيب لهم طبيعي، بس بالشرط ده شعر حقيقي. لان طبعا يا جماعه انتوا عارفين الطبيعي بيبقى غالي قوي، بس لو انت عاوزاه ممكن تطلبيه ويقدر يوفره لك عادي جدا. ده برضه في القصه، عندنا كذا نوع من القصه، عندنا حتى القصه الجذور الطويله، ده قصه برضه، ده قصه. الله، حلوه. معقوله بروتين جاهز ليه؟ لا، نعمه، نعمه قوي يا جماعه. كل الالوان متاحه، فهي بتبقى على الشعر كده. الله، حلوه قوي. جميله. بتعملي بيه كليبسات من جوه، ثلاث كليبسات. طبعا الكليبس ده الناس بتسال بيتعمل ازاي، اهو ده سهل جدا، بيتفتح وكانه زي البنسة بالظبط. كليبسات، ثلاث كليبسات اهو. البواريك سهل جدا تركبيه وتفكيه. البواريك بقى، في المشبك لو حد عايز مشبك، اللي هو اوريها لك برده، اللي هي التوكا المشبك دي، لو عايز تفصيله بس. ده مشبك ما شاء الله. ده مشبك كده. مشبك هي بتتحط من ورا كده. حلو. ده مشبك. حلو فكرتها قوي. سلمي شعرك بيها. بس الاكستنشن بيبقى احسن يعني. شوفي شكلها طبيعي ازاي. في الخصل، في الخصل بألوانها، خصل، خصل للأطفال. أنا نفسي أعمل خصل بألوانها برضو. حلوة والله. دي خصل وتغيير، تغيير برضو. بكام بقى الخصلة من دول؟ الخصلة دي بـ20،
ب 20. يعني ممكن تجيبي كام واحده كده تحطيهم تغيير وتعملي دي لوك. ممكن نعمل لها خصم عليها برضو. شفتي لو هتاخدي اكتر هيعمل لك خصم. وعندك البواريك بقى يعني بصي ليله ليله. ما شاء الله كتير. وفي باروكه بقصه. دي حاجه زي دي كده الوان الصيف. الوان جامده جدا. بصي ده جامد جدا. الموديل الاسود في طبعا اللون ده ترندي قوي. نص الظهر ده سوسن بدر ده. ده قصه. ده من غير أيوة. ده الموديل ده الناس اتجننت على اللون ده. ايوه فعلا ترندي اصلا. الموديل ده من غير قصه. في منه قصه من غير ما نصبغ بقى ونعذب نفسنا. في منه اسود في احمر اسود في جري. حلو قوي. في منه الالوان الطبيعيه. دي واحده حاجه زي دي او الطول ده كده بكام؟ الطول ده ب 400 ومعاها قصه هديه. معاها قصه هديه. حلو قوي. حلو العرض ده. عايزه باروكه تقضي الغرض واقل فيه برضو. يعني ارخص باروكه بكام؟ ارخص باروكه ب 250 ب 200. بس الخامه الماتيريال هوريها لك برضو. وري لي برضو الماتيريال عشان لو في حد برضو حاجات زي دي برضو تصورها لهم. عندي الباروكه دي. دي مش باروكه. ده لو حد عايز يغير الكاب بكابها بالكاب كده. تمام. احنا بنتخدع. اي واحده مطلعه قصه على تحطيه وتلبسي الكاب وتخرجي. تمام. في عندك الموديلات دي. عندك موديلات يا ريت تلبسيه في البيت. عندك حاجه زي دي كده لما تيجي طالعه شرمو عشان هجول نصعد الحاجات اللي معاها. ايوه بني بيبقى عشان تلمي شعرك وبعدين شعرك. شفتي مثلا طاقيه او كده وحطي البنيه وحطي الباروكه. دي اقصر حاجة, حاجه في الباروكه بالوانها. عندي 9 الوان. دي سعرها قد ايه؟ اسود بني بني فاتح بني غامق الاحمر. دي بالقصه. دي قصه. حلوه قوي اصلا لونها. تحفة. حلو قوي. في منها كل الدرجات بتاعتها. سعرها قد ايه دي؟ اقل حاجه ديت ب 300 وتبقى طبعا معاها قصه. احنا عاملين عليها عرض. دي برده معاها عرض. القصه هديه. حتى برضو دي يا جماعه 300 ومعاها قصه هديه. الحقوا بقى العرض ده لو انت عروسه وكده وعايزه تجيبي كده حاجات تعملي نيو لوك وما تتعبيش شعرك. بلون تاني من غير قصه. هي ممكن تختار القصه يعني اللون اللي هي عايزاه. طبعا. طب قصه ومن حلو قوي. انت ممكن تجيبي القصه برضو نفس اللون او لون تاني براحتك. حد عايز يشتغل جمله بنشغل بنديله سعر جمله. في جمله يا جماعه برضو حلوه قوي. دي اطول من غير قصه وفي منها بقصه. من كل موديل 9 الوان. طب هي اللي بيبقى هي اصلا بقصه بيبقى معاها برضو قصه دي؟ لا هي انا بصي انا عامل العرض ده براحتها. مش عايزه تاخد القصه مثلا ونديها لها الفرشه بتاعتها. يعني ممكن تاخد حاجه هديه ثانيه. لها ليكي هديه كده كده معاها. اختاريها بقى. ودي برضو دي بقى سعرها قد ايه؟ بصوا يا جماعه بصوا شكلها حلو قوي. شوفوا دي ماتيريال طبيعي. بصوا يا جماعه جذور الشعر بتاعتها شكلها طبيعي قوي ازاي. عندنا حلوه قوي بالنسبه لسعرها. عندنا الحاجات حلوة دي جدا. دي بكام لو سمحت؟ الحاجات دي بتبقى اقل في السعر. دي ب 300. 300 شوفوا لونها. دي اقل في السعر. الحاجات اللي هي دي احنا جايبينها ليه؟ نوري الفرق بين الشعره بتاعتنا والشعره الثانيه. دي ممكن ب 250. حلو برضو لو يعني لو هي واحده عايزه بقى حاجه في الايه حاجة على قد البادجت بتاعك. بينهم كده بين الشعر. لا باين باين لما تمسكيه. لما تمسكيه بالذات بيبان. لما تمسكيه في ايدك لو عايزه حاجه ب 100 جنيه موجود ب 100 جنيه. في كمان ب 100 جنيه بس ما يعني احنا بنجيبها بس نوريهم عشان نستعرف. عشان لو انت عايزاه تعيش معاكي اكيد بتستخدميها كتير. كذا واحده. وفي ناس بقى بتاخدهم بقى يعني ميك اب بروفيلات وكده بيشتغلوا عليهم. تعمل فيها لوك. حلو قوي. انا عايزه اجيب اللبكاب. اللبكاب دي بكام؟ اللبكاب دي ب 175. 175 وحشه اللون ده. انا جايبها كده تحطي الكاب خلاص. خلاص شعرك. في عندك باروكه طويله متر. انت قلت في واحده ب 100. وريها لنا برده الاول. يعني زي دي كده. ايوه زي دي كده. لا باين عليها فعلا. دي بتبقى الرخيصة يا جماعة باين عليها. فالتانية احلى بكتير. هي فيها لمعة اوفر. ما هي كلها باين عليها. باين عليها. عشان كده انا ما بجيبش منها كتير. انا اشتغل في الشعرة نظيفة احسن. عندي عشان حاجة تعيش. مش لفستين وتبوظ. عندي بصي الموديل ده. القصة دي حلوة قوي. القصة دي جميع الوانها برضه. جميلة. تمام. دي بكام؟ اهي. تمام. سعرها قد ايه؟ دي برضو ما هو بصي الشعر القصير ده كله 300
ومعاه ايه قصر دي. الطويل طبعا. بيبقى بقى بيختلف كل ما بنطول في الشعره كل ما بيزيد السعر. يعني القصر كله 300 ومعاه قصر دي. دي دي اللي تيجي جاهزه. في اللي هي اطول حاجه كيرلي بقى ده اطول حاجه دول طول متر متر طول متر بس ما شاء الله اهي طولها بتبقى متر في منها ليس وفي منها كيرلي. انا هجيبها لما اغتني ان شاء الله. اول حلوه قوي ولونها بصي اللون ده 9 الوان نفسي اعرف اطلعه كيرلي حلوه قوي. ولا لونها جميل اللون الالوان دي شغاله ما شاء الله حلوه قوي. كام دي الكيرلي بتاعها؟ دي بقى ب 400. دي ب 400 والله حلوه جدا. دي اطول حاجه يا جماعه متر طولها متر ما شاء الله طولها متر وفي منها 9 الوان في منها 9 الوان في لو انت عايزه ليس موجود برضه كنا في برضه بوريك نص الضغط كل الوان حلو قوي. الاسعار كمان يعني جميله ما شاء الله في عروض فاي حد عاوز باروكه او اكستنشن بجد او قصه يجي هنا تحفه. تيجان برضه لو حد عايز تيجان تيجان برضه لان العرايس طبعا احنا مقفلينها عشان ما عشان اللمعه بتاعتها اللمعه بتاعتها كمينة ما شاء الله حلوه برضه لمعه حلوه قوي. في يعني اي حد عايز جمله من الشغل ده اكستنشن باريك المكياج ميك اب برضو بنوزع الشغل ده كل حاجه عندهم هنا جمله. لو انت مبتدئه لسه في مشروع تعالي خدي حاجه الجمله من هنا برضو حاجه دي كده جديده بتوكا الله حلوه من الوانها انا عندي برضو معروف حلوه قوي برضو تحطيها بقى ورا على الكحك يعني في مكوه مخصوصه للبروتين تقريبا اللي بيعملوا بيه. سعرها ايه بقى؟ تبقى عامله 1000 ونص بدل 1750 معاها ضمان 6 شهور. تورنيدو؟ تورنيدو في الماج دي تاتش. دي حلوه برضه. دي تاتش. دي ماك مكوه ماك تاتش. دي اللي عاملين شعرهم بروتين؟ اه دي تمشي بروتين بس هي التورنيدو دي دي برضه في اللي هي الحاجات دي. الفرشة دي برضو في الفرشة في حاجة في شنطة الميك اب اكسسوارات دي برضو دي تحفة دي الماتيريال بتاعها جبار. دي شنطة الميك اب اكسسوارات يا جماعة سعرها قد ايه بقى؟ لو واحدة دي شنطة سعرها كام ده عشان الكومنتات طول الوقت بيسالونا على الاسعار دي بكام عشان ما ننساش بس سعرها قد ايه؟ الله حلوه قوي كبيره دي الكبيره دي عامله 1000 جنيه دي ب 1000 إيه في اصغر منها شويه بتبقى عامله 750 هي بتقسمها براحتها التقسيمات يعني بتتغير التقسيمات دي بتتغير بتقسمها توسع تضيق او الحزام بتاعها عشان لو عايزه تشيلها كده الماتيريال بتاعتي تمام مين وفي دي هنا عشان تحط الفرش بتاعتها الام تحديد هنا برضه حتى لو عروسه وحاجات كتير برضه تقدري تجيبيها. الشنطه السمراء دي عالية هات الشنطه السمراء دي عالية جميله قوي ولونها حلو في هنا برضه طبعا الجيز اللي انا اللي هي جوه بتتركب هنا برضه بتتشال من هنا تمام حلو قوي. في اصغر كمان منها بتبقى اقل في السعر دي حجم كبير هاخد الجزء ده في جوه في حاجه زي دي بتبقى متقسمه دي متعرف عليها دي تمام بتبقى متقسمه من جوه كده. دي بتحطي حاجتك برضو فيها لو انت عروسه مش شرط يكون بس ميك اب ارتست دي سعرها قد ايه؟ دي 550 وفي مقاسات صغيره منها هي برضو 250 بصوا يا جماعه في كل الاحجام لو انت عايزه حجم صغير حجم كبير حاجه كبيره بقى على حسب بقى حاجتك قد ايه؟